معاك المرة الماضية لما كنا بدأنا نفكر ونخطط للمركز الذي أصبح تقريبا يقرب من الانتهاء، والذي إن شاء الله سيكون نقطة تجمع لبعض منكم في هذه المنطقة. وكذلك يمكن القول بالقول منه اهتمامنا بالصحراء في الحقيقة ليس بالاهتمام القليل. الديرة وعرها وطاها خيرة توسع في ضرورة الجزيرة وبحرها غزيرة عاد ما حد قصاها. صلح مجالس للدولوي معهم ويمع المشاكل بلدوا من تغاها. الحال واحد والشعوب التكاتب وهذه طريق الخير كل يبغاها. وصلح مجالس للجيال الصغيرة مدارس للجيال الصغيرة ويمع شيوبه بكرم وعطاها. وسير السنة على مباديها لحكم العدالة للشيوخ وقضاها. وباب الكرم مفتوح لكل واحد لا كاتب حسابها ولا حد حصاها. بعد الجهايل والدروب الخطيرة وكل معه ناقة مخبط وراها. للحين قدها ترتعي في مطالق يقصها ودمي الزمن ثراها. وكم قد سهرنا على بنادقنا وكم قد تعبنا في الخبوط وظماها. للحين قدنا في بيوت ومكاين وإنا ميمع للخلوق صفاها. وصلح مواني في بحور الغزيرة وشق الجبال وفي الغبوب وطاها. وشوف المزارع والغيول والسواق ليمع المواشي والخلوق ترعاها. وعد محكم مثله وشفنا فعاله اللي على اللمه بلادها رخاها. الله يطول لحياته حكومه للشعب كله نوخه في دراجه. نارة عمان ومست بالعز والامان بقلالة السلطان قايدها المقيد قايد العلب ما تقول هستوى وفتحت باب الخير في العهد القديم.